كنا بنشتغل عليها من سنين ابتدت تظهر النور، واخيرا مثلا يعني فكره ان الخليج الغربي يعني يقارب على الانتهاء. النهارده كنا بنعمل مع الوزير وخدنا فرجنا على الخليج الغربي وانه بدا فعلا الراس ينزل على الارض. محطة المياه بتاعت الشبه شكل متوقف من فترة طويلة، الحمد لله بدأت تشتغل وبتبدأ تحل مشاكل مية الشرب في محافظة سوهاج خاصة في نص الغرب من المحافظة. برضو موضوع المناطق الصناعية ابتدت فعلا يعني تحل مشاكل كتيرة فيها. من خلال السنة دي خلوني في ان في حاجات كتيرة اتعملت على أرض المحافظة بالتأكيد بتساهم بشكل كبير قوي في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة. انا يعني هنا بس عاوزكم يعني تستشعروا محافظه سوهاج شكلها ازاي. مش هتكلم عن الجانب على اليمين لان ده ممكن يكون كلام الدكتور محمد توفيق عرضه بشكل كبير امبارح، انما خلينا بس نبص على الخريطه دي عشان التنميه دايما مرتبطه بالظروف الجغرافية، تنمية مرتبطة بالجغرافيا، مرتبطة باستعمالات أراضي، استعمالات أراضي يعني الأراضي تنفع في إيه؟ سمبل، لو كانت أرض منبسطة فيها مية يبقى أقدر أزرع، لو كانت أرض منبسطة برضه طينية ممكن أبني، لو كانت أرض صلبة جيرية ما أقدرش أعمل فيها حاجة، لو كانت مرتفعات ومنخفضات برضه ما أقدرش أعمل فيها حاجة، عشان كده دايما التنمية مرتبطة باستعمالات الأراضي واستخدامات الأراضي. إحنا للأسف الشديد على مستوى محافظة سوهاج من أسوأ المحافظات في عملية استعمال الأراضي من حيث التنمية ربطها بالتنمية. ليه؟ إحنا لو بصينا على الخريطة دي الخريطة بتقول إيه؟ بتقول إن أنا آجي محافظة سوهاج بدأ من عند البليانة هنا كده وبعدين ممتدة شمالا كده لحد أسيوط، وأنا بصيت على المحافظة كلها عبارة عن شريط طولي، الشريط ده بيحد من الشرق منطقة جبلية مرتفعة، يعني لو الناس اللي معانا من سؤلت أو دار السلام عارفين إن أنا مجرد ما سبت الوادي ده هلاقي الجبل اللي عالي، في نفس الوقت لو أنا جيت تحت الغرب وعديت تحت الغرب وخلصت الأراضي الزراعية ودخلت على حتة المنخفض السهل الصغير البسيط ده وبعدين بصيت غربا شوية كده هلاقي الجبل برضه طلع يعني. أنا في المحافظة بتاعتنا عاملة كده بالظبط، الحتة اللي في النص دي هو نهر النيل وبعدين الجنبين دول الأراضي الزراعية، وبعد ما بمشي شوية برضه هنا بلاقي أراضي صحراوية صغيرة حتة صغيرة شريط، وبعدين بلاقي الجبال العالية من ناحية الشريط ده اللي هو المفروض المحافظات كلها بتنميه وتستخدمه، هو تقريبا في محافظة سوهاج مكتمل تنمية، يعني ما اقدرش اعمل عليه حاجة تاني اكتر من كده. لو بدأنا من اول الشمال من هنا هنلاقي هنا في الجزء ده الصغير ده في منطقة صناعية بتاعت غرب تحت، وبعدين محطات المعالجة بتاعت الصرف الصحي بتاعت تحت وجهينا، وبعدين هلاقي هنا شوية أرض زراعية الناس مستصلحاها مش كتير، وبعدين هنزل كده على جهينا ممتدة في الجبل هربة كنت ممتد في حاجة، وبعدين هنزل على دخلنا شوية الرابطة هنا مفيش حاجة خالص لأن الجبل تقريبا ملاصق للأراضي الزراعية بعد المنطقة عند المراوة مفيش إلا محطة الصرف الصحي بتاعت ولاد عزاز. سوهاج بلاقي الحتة بتاعت الأديرة الدير المشنودة والدير الأبيض والدير الأحمر في المنطقة دي، وبعدين نزل الصرف الصحي بتاعت سوهاج، وبعدين بدخل هنا على سوهاج الجديدة لما اخش على سوهاج الجديدة والجامعة والمنطقة الصحراوية دي، وبعدين بنزل هنا على المنطقة الصناعية بتاعت غرب جرجر والبيت خلاف وبيت داوود وبيت علام والمنطقة دي، وبعدين بخش على البليانة على بني حميد والمنطقة الصحراوية اللي فيها المقابر ومحطة صرف الصحي بتاعت جرجر والبليانة. يعني هنا كده من الجنب ده ما عندوش حاجة تانية لا زراعية ولا صناعية. نيجي للجزء الشرقي من شرق النيل، برضه المنطقه زي ما انتم شايفين كده الجبل تقريبا متاخر من الارض الزراعيه، فبالتالي المنطقه ما فيش الا عند منطقه دار السلام اللي اكبر مساحه صحراويه ممكن نعتمد عليها شويه، اللي هي منطقه دار السلام، منطقه وادي القصب وادي المطهير وادي بورتاك، ودي لا مش بورتاك،
ودي في دي للاسف الشديد برضه زي ما انتم شايفين كده المنطقه دي فيها مخرجات سيول اللي هي الخطوط اللي انتم شايفينها دي هي عباره عن مجاري المدياني اللي بتعمل السيول. بمشي شمالا برضه مفيش مساحات كبيره الا لما بروح عند اسيوط وابتدي اخش على وادي الشيح في منطقه اسيوط اللي هو في مدينه اسيوط الجديده والتوسعات بتاعت اسيوط والمناطق الزراعيه الكبيره. وبالتالي جيومورفولوجيا احنا ما عندناش غير ان انا اعتمد في التنميه على الشريط الزراعي اللي هو اوريدي احنا بنستغله بشكل كبير قوي. وبعدين نخش الناحيه دي السؤال اللي احنا بنساله لنفسنا طبعا المناطق الصحراويه دي اللي انا عندي هنا ما بين سوهاج وما بين هنا ما بين سوهاج وما بين عداء ده تقريبا الحدود الفاصله انا بمتد هنا كده حوالي 80 كيلو لحد حدود البحر الاحمر. يعني عندي في الجبل كده حوالي 80 كيلو ده تبع حدود سوهاج. والمنطقه الصحراويه غربا كده هنا كده بحط 30 كيلو 30 كيلو غربا. وحتى المنطقه الصحراويه رغم انها صحراء وجرداء لا زرع فيها ولا ماء فشل الحجر ومع ذلك بتتبع محافظه الوادي الجديد. يعني اداريا بعد 30 كيلو غرب محافظة سوهاج غرب الأراضي الزراعية مباشرة ده حدود الوادي الجديد. معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا حتى لو أنا عاوز أعمل محاجر أو أستخدم الحجر الجيلي أو أعمل مشروعات على الهضبة من فوق للأسف الشديد كله تبع محافظة الوادي الجديد مش تبع محافظة سوهاج. حاولنا طبعا من فترة طويلة وصلت اللي هو يعلم ذلك إن إحنا نطلب تغيير الحدود وما زالت المشكلة يعني زودت عليها 20 كيلو يبقى كده. لا 50 كيلو زياده عظيم معنى كده ولا لا مش لسه ما نفذوش. طيب يبقى انا عندي الحل الوحيد او الـ الامكانيه الوحيده ان انا احاول استغل هذه الصحراء او هذه المناطق الصحراويه بس استغلها في ايه؟ استغلها في مشروعات يمكن تنفيذها على مثل هذه الارض. يعني حتى مثلا اقول لك طب ما تيجي نعمل مشروعات استصلاح زراعي ما هي صحراء. طبعا ده ضرب من الخيال لا يمكن لان ده عباره عن حجر جيري صلب. الحجر ده ممتد بعمق 300 متر لتحت وبعد 300 متر في عندك حوالي 200 متر طيله وبعد 200 متر طيله في حوالي 200 متر ثاني حجر جيري حجر رملي عشان توصل لخزان الميه الجوفيه اللي تحت. يعني انت محتاج تقريبا حفر 1 كيلو متر عشان تنزل تجيب ميه طبعا. وعشان تعمل الحفر ده اولا تكلفه عاليه جدا وثانيا الطبقه اللي فوق دي حجر جيري ما ينفعش اصلا تزرع عليها لانها حجر ما ينفعش النبات يطلع فيه الا لو تعمل طبعا الحفر اللي احنا بنعملها دي تزرع شتلات انما ده ما ينفعش تزرعه لانه مش اقتصادي على الاطلاق. ممكن استغلها بشكل احسن حاجه ثانيه ممكن نعمل حاجه ثانيه ممكن نبتدي نشتغل نختار بعض المناطق اللي هي فيها ستابيليتي يعني الارض ثابته. اللي خد بالك كمان دي مشكلة تانية إن الأرض دي فيها كسور فيها شقوق حاجة بنسميها الفوالق. الفوالق دي معناها كسور في الأرض، الأرض متكسرة، متكسرة يعني أنا لو جيت أبني أو أعمل عليها منشآت مش هتبقى ستيبل ممكن تقع. إنما ممكن أختار بعض المناطق المسطحة اللي الناحية الجيولوجية تصلح وأعمل عليها مثلا مدن سكنية صغيرة زي مثلا مدينة أسيوط الجديدة ما تبقاش عالية تبقى دور واحد فيلل حاجه زي كده ما تبقاش عاليه قوي ومع اعلى نظام صرف ميه كمان كويس عشان حجر الجير ده لما بيشرب الميه يبقى حصل له مشكله ممكن اعالجها بشكل كويس. ان ممكن اعمل مشروعات اخرى زي مشروعات الطاقه الشمسيه مثلا ان استغل ده مشروعات الطاقه الشمسيه لان يعني عندنا محافظه سوهاج من المحافظات تتميز بان هي فيها طاقه شمسيه عاليه جدا ممكن اعمل مشروعات طاقه شمسيه. ممكن اعمل طبعا على الطرق محطات البنزين محطات يعني حاجات كتيرة بعيدا عن المشروعات الزراعية. حتى ممكن اعمل عليها مشروعات انتاج حيوان ممكن اعمل عليها مشروعات تربية سلوح حيوانات ودي مش محتاجة مباني عالية ومحتاجة بس ان انا اوفر عملية نقل العلف والكلام ده ممكن اعمل عليها مشروعات زي كده. على فكرة المحافظة عاملة هنا مجزر في مجزر هنا جديد والمجزر ده يعني المجازر اللي هتبقى هتعمل مشروعات كويسة قوي زي في سوهاج زي جنب منطقة الكوثر اللي عليها الشاليهات والاماكن دي. ده مرتبط بالتنميه. ده معنى كده ايه؟ معنى كده ايه؟ عشان نشتغل في تنميه بقى ونهتم بالمحافظه يبقى انا ما عنديش غير ان انا اشتغل على تنميه هذه المنطقه اللي احنا عايشين عليها.
يعني ابتدي اشتغل اشوف ايه الحاجات المشروعات اللي ممكن تتعمل حتى على المناطق الزراعيه دي، سواء كان مثلا تحسين انتاجيه الارض الزراعيه، تحسين الثروه الحيوانيه، تحسين مصانع الغذاء والدواجن والكلام ده كله، عايز اشتغل على ما هو متاح طبعا بالاضافه لان انا ممكن اعمل مشروعات تنميه كبيره زي ما قلت على المناطق الصحراويه اللي فوق. دي طبعا يعني من ضمن المقومات التنمويه في سوهاج، ولحد الان يعني مؤخرا بنستفيد منها شويه، هو فكره الاستغلال المناطق السياحيه المناطق التراثيه اللي عندنا في سوهاج. سوهاج فيها اماكن تراثيه كتيره جدا، وفيها عندنا من العصور العصر الاسلامي والعصر المسيحي والعصر الفرعوني، كل العصور عندنا موجوده في محافظه سوهاج، وده ممكن يدينا فرصه كبيره قوي في ان احنا ننمي المناطق بتاعتنا. طبعا الحمد لله اخيرا المتحف بتاع سوهاج اتفتح، وعندنا ده منطقه بيدوس، منطقه بني تامون في الكوثر في اخميم، هي المنطقه دي كل الدراسات اللي اتعملت بتقول المنطقه دي زاخره بمجموعه مش واحد، مجموعه من المعالم تحت الارض وما زالت لانها مستغله، محتاجه ان احنا نشتغل عليها مع وزاره الاثار علشان نبتدي نقطع عن نكمل استكشاف المنطقه ونشتغل عليها، انما هي منطقه فيها مقومات واعده جدا للمقومات الاثريه. وانا حاليا بنعمل مشروع مع المحافظه، مشروع تطوير مرسى في اخميم، مرسى سياحي، بحيث ان هو برضه يستقبل السفن السياحيه، يبقى في خط يمر على المناطق الاثريه في اخميم. فمنطقه الاثار بشكل عام في محافظه سوهاج من المناطق المتميزه، والحمد لله ابتدت فعلا يعني يهتم بيها، ابتدت تعمل طبعا اثار اسلاميه، عندنا اثار اسلاميه متميزه. منطقه المتحف الحمد لله زي ما قلت انه اتفتح الكلام ده من زمان، الجزر النيليه اللي عندنا، الصناعات الحرفيه اليدويه اللي هي ممكن تكون فتحه خير كبيره جدا للمحافظه لو احنا برضه اهتمينا بيها، لان لحد الان بتعاني من مجموعه من المشاكل محتاجين نشتغل عليها في الفتره اللي جايه. طبعا زي ما بقول ان احنا مش بس احنا محافظه زراعيه لحد كبير، انما عشان ننمي المحافظه محتاجين فعلا نبص على الجزء الصناعي والجزء السياحي. حمود الامل عندنا سياحه وصناعه، طبعا بالاضافه الى المقومات الزراعيه، المقومات الزراعيه فيها مشاكل كثيره دلوقتي عشان انتاجيه الاراضي وخلافه وارتفاع الاسعار، انما البديل لده ان احنا نشتغل صناعه، صناعه زراعيه برضه، يعني نعتمد على الزراعه في ان احنا نعمل صناعه، بالاضافه الى عمليه السياحه. الحقيقه المحافظه عملت مجهود كبير زي ما قلت في ان احنا نتوسع في الطرق الاقليميه عشان المحافظه المحافظات الاخرى نربطها، استكمال ترفيه المناطق الصناعيه عشان نكمل ننفذ الرؤيه التنموية، وده التارجت بتاعنا في خلال الفتره اللي جايه، ان احنا نكمل ترفيه المناطق الصناعيه ونوصل غاز طبيعي عليها، لانها محتاجه فعلا غاز طبيعي. القريه المزارعه في سوهاج الحمد لله دلوقتي ابتدت يعني تاخد موافقات، والبنيه التحتيه والنظافه العامه طبعا، لانه ما فيش تنميه من غير ما تهتم بالنظافه، من غير ما في شكل من اشكال تحسين المعيشه، لان اي مستثمر عشان يجي سوهاج يستثمر بيبص طبعا على التعليم وعلى الصحه وعلى النظافه العامه، كل ده مرتبط بالاستثمار، وده اللي بيشجع اي مستثمر يجي يشتغل في المحافظه. الفنادق برضه عندنا مشكله في المحافظه، وهي قله الفنادق بشكل عام. حتى الفنادق الموجوده محتاجه تتطور، محتاجه تتحسن. الحمد لله دلوقتي اشتغلت عندنا الواقع السياحي، وده كان يعني حاجه متميزه اتعملت في محافظه سوهاج، ان عندنا مجموعه من البواخر السياحيه تحل مشاكل الاقامه داخل محافظه سوهاج. طبعا المناطق الاثريه برضه عاوز اقول ان هنا في مشروع الصوت والضوء اللي في ابيدوس، ده هيعمل نقله كبيره جدا للتنميه في محافظه سوهاج. طبعا برضه مساهمه في حل مشاكل المستثمرين اللي وجدت، الهيئه المحافظه بتعمل مجهود متميز في ده. وبعدين التسويق للمقاومات الطبيعيه زي الخامات اللي عندنا، وزي ما قلت الخامات اللي عندنا في ناس كانت تقول لك احنا عندنا خامات كالسايت والحاجات المعدنيه المعقده دي، انما للاسف شديد سوهاج ما فيهاش غير حاجتين بس موجودين، اللي هو الحجر الجيلي والطفل. الحجر الجيلي ده اللي بينفع في صناعه الاسمنت. والحجر الجيلي عندنا نوعين في سوهاج، في نوع صلب ما ينفعش ولا حاجه، ما ينفعش غير يعني يترمي، وده اللي في شرق سوهاج كله، يعني الناحيه الشرقيه بتاعت محافظه سوهاج كله عباره عن حجر جيلي فيه سيليكا صلبه، فبالتالي ما تقدرش تتحمر، ما تتطحنش. وحتى ما تقدرش تقطعها ببلوكات، عشان كده احنا بنجيب بلوكات من المنيا، ما بنجيش من سوهاج بلوكات، رغم نفس يعني سبحان الله نفس الحاجه الجيري الممتازه، سلسله الحاجه الجيري دي ماشيه من اول الجيزه شرقا وغربا لحد اسوان جنوبا. لما تيجي عند سوهاج يقول لك واحد صاحبنا بيقول لك سد فيها عفريت.
حجر الجيل الصلب موجود في الجزء الشمالي الشرقي لو تقدرش تشتغل فيه. الجزء الغربي بحجر الجيل احسن شويه ألعن، وبالتالي عشان كده دلوقتي احنا بنعمل في مصنع للاسمنت غرب سوهاج منطقه هنا اللي هو مصنع المصريين، اللي هو مصنع الحوائط الخرسانيه والاسمنت والاسمنت السايل، وده هنستفيد من كل الحجر الكبير اللي موجود غرب سوهاج. طبعا عندنا كميات تكفي يعني مليارات من السنين مش ملايين السنين. حاجه ثانيه الطفله، الطفله برضه يعني عشان اقعدكم شويه اكتر، الطفله بتاعت سوهاج اسوأ انواع الطفله في مصر. الطفله في سوهاج فيها حاجه اسمها كالسيوم كربونيت، بتلاقيها لونها مبيض كده شويه، وده عباره عن كالسيوم كربونيت. الكالسيوم كربونيت مع الطفله لما تحط في الافران بيتشقق، عشان الكالسيوم كربونيت معامل التبدل بتاعه مختلف عن الطفله نفسها، فبالتالي الطوب بيتكسر. عشان كده ما عندناش مصانع طوب طفله في سوهاج، ولو حد عمل مصانع طوب طفله بتفشل في سوهاج، لان الطفله اللي عندنا مش طفله كويسه. الناس بتجيب طفله من الاقصر او من المنيا، يعني شوف المنيا والاقصر من ناحيتين لما الطفله بتاعتنا، انما هل الطفله ما تنفعش في حاجه؟ لا، ممكن تنفع في صناعات بتاعت الطوب الاسمنتي او صناعه الاسمنت نفسها. طبعا عندنا مقومات، يعني مش بس في الحاجه 10، في حاجات كويسه. عندنا المطار، عندنا البريد البحر الاحمر اللي احنا ممكن نستغله ان احنا نصدر منتجات المنطقه الصناعيه اللي عندنا، بس لحد دلوقتي برضه ما صدرناه، يعني مش بنستغله في التصدير. موقع محافظة سوهاج بين المحافظات، هي متوسط المحافظات. عندنا بعض المميزات في الأراضي الصناعية، عندنا دلوقتي أراضي المناطق الصناعية الأربعة في سوهاج تقدر تسلم الأراضي بالمجان، وده مش موجود إلا في محافظات الصعيد بس، فبالتالي ممكن تسلم الأراضي بالمجان، دي ميزة كبيرة جدا. عندنا طبعا مشروعات الأراضي الصحراوية، أنا قلت بس عاوز المشروعات الطبيعة الخاصة، مش أي مشروعات، لأني في مشروعات تفتح مشروعات معينه. طبعا كثافه العماله، مزارات سهاج زي ما قلت، في مواد خامات اوليه، نهر النيل نفسه اللي انا ممكن استغله حتى في عمليه السياحه واستغلال الشواطئ، لان احنا عندنا الجزر اللي هي موجوده في النيل ممكن نستغلها كمزارات سياحيه ونستغلها سياحيه، زي جزيره كرمان او جزيره الزهور او جزيره نقله، كل الجزر اللي في النيل لحد دلوقتي ما استغلناهاش بشكل سياحي. كان في طبعا فكره اعاده ترسيم الحدود لحد الان، انما كان فيها كلام مع سياده الرئيس من فتره ان احنا يبقى لنا منفذ على البحر الاحمر، لان عليا دي حدود سوهاج لبنان الاحمر. كان في مقترح ان احنا يعني نمدد لنا الجزء ده كده لحد البحر الاحمر هنا، وبالتالي هيبقى لنا منفذ على البحر الاحمر، وناخد جزء كبير من ناحيه الوادي الجديد. طبعا ده هيدينا فرصه ان احنا نستثمر كمان في الوادي الجديد، ده كل ده تبع محافظه سوهاج، انما الموضوع لسه يعني محل دراسه وما طلعش في القرارات لحد دلوقتي. زي ما قلت ده حجر الجيل اللي احنا حوالين الغرب وشرق، وحجر الجيل صار ما نقدرش نستغله، وده الطفله اللي كنت بتكلم عليها برضه عندنا كميات كبيره جدا جبال من الطفله، انها برضه فيها بعض مشاكلها اللي محتاجها معالجه. عندنا اربع مناطق صناعيه كلنا عارفينهم، الكوثر والحيوي وشرق وغرب تحت وغرب جلجه، وطبعا دلوقتي عملنا منطقه صناعيه في جهينا اللي فيها مصنع الاسمنت، ودي منطقه صناعيه متميزه برضه. بنفكر حاليا نعمل منطقه صناعيه في المريانه، غرب المريانه. في طبعا منطقه صناعيه تبع مدينه سوهاج الجديده، ودي المنطقه الوحيده اللي في سوهاج اللي بفلوس، انك انت بتاخد الارض بفلوس تبع سوهاج الجديده، انما المناطق الاخرى الاربعه دول الارض بالمجان، وده طبعا ميزه مش موجوده في اي حته ثانيه، ان المستثمر ياخد الارض بالمجان، وده من ضمن مقومات الاستثمار في المحافظه. اعتقد ان الرقم ده دلوقتي يمكن زاد عن الالف بشويه، لان ده الرقم ده زي ما قلت من فتره، فالاعداد دي زادت فمش هتكلم عنها بكتير. في منطقه دار السلام ومنطقه الصناعه الثقيله كنا هنعمل عليها اسمنت، مصنع اسمنت زي بس زي ما قلت ان الاسمنت اللي في الشارع مش نافع، فبالتالي ما اتعملتش المنطقه. المنطقه الصناعيه في سوهاج الجديد. ده التوزيع للمناطق الصناعيه اللي عندنا، ودي المنطقه الوحيده اللي زي ما قلت عليها بفلوس، اللي هي المنطقه الصناعيه اللي في سوهاج الجديد عشان تبع الهيئه العامه المجتمعات الجديدة. دول أربع مناطق. طبعا أحسنهم يعني أقصد أقدمهم وأكثرهم تنمية هي منطقة صناعة في الكوثر، اللي هي دلوقتي فيها تقريبا الأراضي كلها مشغولة. يليهم بعد كده الحيوة شرق، برضه نسبة الإشغال فيها عالية، ثم تحت نسبة الإشغال برضه عالية جدا،
وبعدين اقلهم من حيث الاشغال هو المنطقه الصناعيه في غرب جرجا، وده طبعا يعني انا عارف ان دول الاربع مناطق الصناعيه دول داخلين في خطه خاصه بمشروع البنك الدولي، وهياخدوا فرص جامده في التنميه والاستثمار في الفتره اللي جايه. طبعا احنا كنا عملنا زي الاستثمار وقلنا ان في بعض المشروعات طبعا اتعملت، في مشروعات مميزه في السوهاج، هي تتميز في السوهاج، عندنا مصنعين مش موجودين في الشرق الاوسط، مش موجودين في افريقيا كلها، اللي هو مصنع انتاج الموز، انتاج الخشب من الياف الموز، مش موجود في حته في مصر او افريقيا كلها، وعندنا مصنع تاني اللي هو مصنع انتاج الخشب من سيقان الذره في غرب المنطقه الصناعيه في غرب تحت، وضمن المشروعات المتميزه في طبعا مشروعات زي ما احنا شايفين كده، مشروع كورنيش الغرب طبعا الصور زي ما قلت من زمان، دلوقتي الوضع النهارده خلاص يعني قررنا على ان احنا ده الماكيت بتاع الكورنيش والمحلات اللي تحت، وده الحمد لله يعني احنا خلاص في ثلاث شهور مع الوزير المحافظ هيفتتحه ويخلص بعد ما خلص الميه والصرف الصحي. طبعا اهتمينا بشكل كبير قوي، المحافظه اهتمت طبعا بعمليه التجميل وعمليه التشغيل وعمليه ان يبقى في بعض الميادين المميزه، في اهتمام كبير قوي في فكره النظافه والتخلص من المخلفات. منطقه السماكين طبعا المنطقه طبعا دلوقتي خلاص خلصت وتسلمت كل العمليات اللي فيها علشان تخلص من زي ما قلت برضه بس انت مراحل العبارات اللي حلت مشكله كبيره قوي واشتغلت دلوقتي على النيل. الطرق الداخليه الحمد لله بشكل احسن دلوقتي عشان تتصلح. في كمان تعمل ده كوبري ده كان كوبري جيرجا الحمد لله خلص، وكوبري تبع خلص. في بعض المشروعات زي ما قلت مش هتكلم فيها تاني من المحافظات المهمه. انا كنا عاملين مجموعه من الفرص الاستثماريه. اكمل ولا كفايه كده؟ كمل؟ هو خلاص خلال خمس دقايق كتير. كنا عاملين مجموعه مشروعات كان تم الطرح والتعاقد عليها، ومشروعات لسه مطروحه للاستثمار عشان المستثمرين. والفرصه طبعا معانا الدكتور عامر ممكن تاخد الفكره دي، سواء لنا المشروعات دي في تونس بس ما تنسيش نصيبها يعني. في المشروعات اللي احنا كانت واقفه عليها اللي هي منطقه بنت امون، كلنا عارفين منطقه بنت امون دي المفروض ان فيها مخطط تعمل فيها فندق كبير جدا وتعمل فيها منطقه تجاريه. ميدان الثقافه اللي فيها سينما قصر الثقافه لحد دلوقتي يعني المفروض دول مطروحين للاستثمار. مصنع السلاليف في غرب جرجا، مجمع الكابلات، وبعدين استغلال الجزر المائيه بتاع الرياضيين، اشتغل في جزيره البيانه وجزيره قرمان. ده المخطط بتاع المجمع المدينه الترفيهيه في ميدان الثقافه، ده المكان الاوبرا كان هيبقى بالشكل ده، وده فندق بيت امون برضه كان له مخطط فوق ده موجود. مدينه دار المناسبات في العروبه، الجزر اللي زي ما قلت عليها احنا هنستغلها في الجزر الميليه. مصنع الاسمنت الحمد لله يعني اخيرا احنا بدينا نشتغل فيه. ده تم اوريدي تم وقريب جدا ان شاء الله هيتفتح. في مشروعات اسمنت الازبطيه زي ما قلت برضه الحجر الكبير ده ممكن نستعمله في صناعه الاسمنت الازبطيه، لان هو من النوعيات اللي ممكن نعتمد عليها في صناعه الاسمنت، وخاصة الاسمنت مطلوبه. مراسي السياحيه كانت عملت، وعلى فكره ده من المشروعات المطروحه من البنك الدولي هتنفذ ان شاء الله قريب قوي، هنعمل مراسي السياحي على النيل في اخرين عشان السياح ينزلوا، ويبقى في حاجه جميله كده تكسب السياحه، يعني حتى برضه نقدر نساهم في نشر فكره الصناعات اليدويه والحرفيه اللي بتشتغل بيها اخرين في منطقه زي كده. منتجات مصنع منتجات جلديه برضه من ضمن المشروعات الواعيه اللي اتعملت في السواق. احنا عندنا زي ما قلت مجزر الاهلي الجديد، عندنا انتاج سواق مشهور قوي رابع محافظه على مستوى الجمهوريه في الثروه الحيوانيه، والجلود اللي في سوهاج كلها بنلمها وتروح نبيعها بعد كده في المصانع خارج سوهاج. لو اتعمل حاجه زي كده في مصانع المنتجات الجلديه والشنط والاحذيه واي منتجات جلديه هيشتغل كويس جدا في محافظه سوهاج. طبعا الادويه مطلوبه في حضاره التجميل. هنا في مجمع تربيه الدواجن اللي هو من ضمن الحاجات المطروحه للاستثمار. تكشيف البصل بعد ما كل بعد على فكره ده برضه مطروح نتعمل قريب في سوهاج مصنع بصل ان شاء الله. الصوابع ده من ضمن الافكار المطروحه، احنا عاوزين نعمل مترو يربط ما بين مدينه سوهاج ويمر على حد وصل الجامعه،
ومن الجامعه يوصل للمطار. وده لو اتعمل هيبقى حاجه مشكله كبيره جدا، واحنا اول ناس هنستفيد منه في الجامعه لو عندنا خط مترو بالشكل، حتى لو مترو صفحي ده. في مشروعات تانية برضه زي مشروعات الطاقة الشمسية، زي ما في عندنا إمكانية نعمل مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية، خاصة إن القصة الحرارية اللي عندنا واسعة ممكن نشتغل عليها كويس أوي. المشروعات العمرانية زي ما قلت إحنا ممكن أدور المناطق المسطحة دي نستغلها في بعض المشروعات السياحية، أو حتى فكرة إن إحنا نعمل منطقة رياضية، حتى منطقة استاد رياضي مثلا، منطقة رياضية، مدينة رياضية، مدينة أولمبية، ممكن نستغل المنطقة الصحراوية اللي فوق الجبل دي في مشروعات زي كده. المجمع الترفيهي فوق الكوثر ده برضه يعني أعتقد إن المحافظة المهتمة بيه، محافظة تعمله مشروع متميز، اتعمل من فترة، إنما للأسف الشديد لحد دلوقتي هو ده، محتاج إن احنا نشتغل عليه وتعمل مدينة ترفيهية كويسة جدا، وخاصة إن في طريق دلوقتي في طريق البحر الأحمر لحد هناك، مش هنخلينا نعتمد على الطريق اللي هو كان موجود. الطريق ده برضه الطريق ده هيبني سواك نقله كبيره جدا، للاسف الشديد بقى لنا اكثر من اربع خمس سنين بنتكلم فيه. ايه مستثمر حاجه جميله جدا، المشروع ده لو اتعمل فعلا هيربط سواك بالمنطقه الزراعيه والاصلاح الزراعي بتاع الوادي الجديد، خاصه سواك عندها موارد بشريه كتيره جدا، ما عندهاش اراضي زراعيه كتيره، الوادي الجديد ما فيهوش بشر انما فيه اراضي زراعيه كتيره، والطريق ده كله 120 كيلو، فاحنا بنتكلم في ساعه او ساعتين رايح جاي، وده هيحل مشكله كبيره جدا للتنميه حتى في محافظه سوهاج. بنفكر برضه ان احنا في عندنا طريق ما بين البحر الاحمر ما بين طريق سوهاج البحر الاحمر، انما يعني ده ان شاء الله ممكن انا عملت دراسه عليه، ده محتاج انه يتمول حتى لو مستثمر يقدر يعمل كده، نقدر نستغل المساحات دي، حتى ممكن نعمل عليها اراضي نستصلح فيها بعض المساحات فعلا لما الاراضي المنخفضه بعيدا عن مقرات السيول، ممكن نستخدم اماكن هنا في منطقه صناعيه بتاع الصناعه الصغيره مستقبلا ممكن تستعمل فيها مواد خام زي الحجر الكيلو زي الطفره، ده ممكن نستغلها في صناعه الاسمنت. اعتقد انا خلصت كده. وطبعا كنا عملنا مجموعه مقرات سيول يعني المديان دي كلها فيها مصدات للسيول فما عادتش تخوف من حرس السيول. انا بشكرك جدا. نعم. المادة الأمنية.